دي ما بتنجح. ريبون دفاعي لهاي وتحت السلة. كيفن مارفي بيسجل أولى نقاط المباراة. عم يسجل كيفن بتمريرة من وائل عراقجي. أولى نقاط من جديد فريق الرياضي. وائل بيخترق بمرر أوبن شوت. كيفن مارفي التسديدة الثلاثية عم يسجلها كيفن مارفي. نقطة لازم يلعب الباس بالعكس. كيني هايز ما يضلوا مصر على علي حيدر. بوقت كيفن مارفي عم يسجل للمرة الثانية عن الارك. 8 نقاط لكيفن مارفي. فتحتهم عم يزيد لتسعة لصالح فريق الرياضي. تايم اوت للمدرب احمد يافوت. المدرب احمد يموت عم يلعب دفاع 1-3-1 زون. كيفن مارفي ممكن يضرب. يضرب من المسافه البعيده وبسجل نقطه لحظيه جوردن. ما معقول جوردن جاكسون كيف ضيع. اللاعب يلي عاده ما بضيع هيك محاولات شو صار معه لجوردن. بتمنى له السلامه لانه يعمل الا اذا في باس اكيد لازم يشيلها من ايده. اذا في باس اكيد بس هيك حيلا باس صعب. كيفن مارفي كمان 16 نقطة لكيفن. رابع 3 بوينتس الكوارتر الثاني. عم تشوف لوكاس كيف عم يدافع على كيفن. كيفن مارفي بيخترق باسكت لكيفن. بسجل مع الخطأ كيفن مارفي. 20 نقطة لمارفي وبعدنا بالكوارتر الثاني. ريبلاي واضح جدا الفاول من لوكاس. إعادة كيفن عم يسجل كمان فري ثرو. بيروت اللاعبين ارتكاز اللي عم يسددوا من برا. بوقت كيفن مارفي عم يسجل خامس بسجل الاولي نقطه 25 26 نقطه فرق 60 نقطه